يوسف تاتي عن حركة الممرضين وتقنية الصحة. خاض الممرض وتقنية الصحة يوم الجمعة 13 غشت 2021 إضرابا وطنيا في جميع المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش. هذا الإضراب جاء ردا على التعنيف الذي شعرت له أخت الممرضة بمصلحة التلقيح بالبرنوسي بمدينة الدار البيضاء من طرف رجال السلطة. هاد الفعل الشنيع اللي احنا كفاعلين حركيين ونقابيين كنرفضوه وكنحملوا الوزارة هاد الحالة الاحتقان اللي وصل لها القطاع الصحي في شخص الوزير، ونتوعد الوزارة بالتصعيد في الأيام المقبلة إذا لم يتم الاستجابة إلى المطالب ديالنا. كممرض أو كمواطن مغربي، كيفاش جاك هذا المشهد الفيديو والانهيار ديال ديك الممرضة؟ كما تعرفون أن منذ بداية الجائحة والممرضين وتقنية الصحة والأطر الصحية بصفة عامة مرابطة في المستشفيات وفي مراكز التلقيح تعمل بتفاني وبكل جهد، وفي غياب تحفيزات في غياب الرخص السنوية حتى العطل تحرمنا منهم، ومع ذلك كيجي تصرف من عند رجال السلطة بهذه الطريقة اللي هو تهنيف ديال الممرضة اللي هو ضد الدستور ضد المواثيق حقوق الإنسان وحقوق المرأة. هذا الفعل كنعتبروه أنه فعل غير مقبول، وخاصة عند رجال السلطة اللي نورمالمون هما اللي خصهم يحققوا الأمن والنظام، في حين أننا كنشوفوا أن العكس اللي وقع. هنا رجال السلطة خص المسؤولية ديالهم توقع غير في كل ما هو تنظيمي وما يتدخلوش داكشي اللي هو تقني. ربما في الوقت اللي كان خصنا نكرموا هاد السيدة هادي والناس اللي بحال هكا في الناس فقط كرشي أنهم هما اللي عرفنا كانوا مواجهين كما قلت، زعما ان الممرضون هناك من لا يزال مرابطا في المستشفيات وهناك من قضى نحبه رحمه الله. زعما هاد الاطر الصحيه اللي كانت في الواجهه ضد وباء كورونا خصنا نجازيوها في عوض اننا نعاملوا هاد المعامله القاسيه، وهاد الصفعه اللي كانت على خد هاد الاخت الممرضه هي صفعه على جميع حدود الاطر الصحيه بصفه عامه وخد الممرض بصفه خاصه. شفنا بعض الناس يعني خرجوا كيلوموا هاد الممرضه، اللي نفرض كاع هاد الممرضه دارت واحد الخطا، واش هذا يعطي الحق لرجل سلطه، رجل سلطه بين قوسين كنسطروا عليها يضرب هاد المواطنه هادي ولا يصفع عليهم؟ كيف قلت لك، لا يحق لاي شخص المساس بالسلامه الجسديه او النفسيه لاي ممرض. وكيف ما قلت لك سبق ان اشرت اليه ان هذه الاخت الممرضه ما يحز في قلبها اكثر هو انها ضربت وهي حامله للوزاره البيضاء. زعما ان الانسانه هذه لم يتم احترام الوظيفه ديالها والدور الذي تقوم به، وتم التعنيف ديالها زعما تحت اي مبرر. ما يمكنش ان نبرروا هذا العمل الفظيع. اخيرا استاذ، يعني انتم كحركه وكاصدقاء كم كيجمعكم مجال واحد؟ واش مازال النضالات غتبقاو متابعين القضيه؟ كيف سبقت وذكرت هو ان نتوعد وزاره الصحه بالتصعيد في الايام المقبله اذا لم يتم رد حق هاد الممرضه اللي تعرضت للتعنيف. ما شفنا حتى شي خروج ديال وزاره الصحه اللي غير تندد فيه بهاد الواقعه ولا تتكلم فيه على الاقل على هاد الواقعه. يعني حنا نتوعد وزاره الصحه بالتصعيد في الايام المقبله. يعني وصلتكم النفسيه ديال الاخت كيفاش دايره من ازمه تحسنات؟ النفسيه ديالها جد منهاره. كيف قلت لك، هذا التصريح ديالها ديال ان ما يحز في نفسها هي انها تعرضت للتعنيف وهي تحمل الوزاره البيضاء وانها تقوم بالمهام ديالها. وكيف كيعرف الجميع ان اصلا اهانه موظف اثناء قيامه بعمله هي جنحه يعاقب عليها القانون الجنائي حسب الفصل 263. يعني ليس هناك مبرر لاعوان السلطه ولا السلطه في شخص القائد بهذا التصرف اللي وقع.